محطتنا التالية مشاهدينا رح نتوقف فيها مع مساحة خاصة وجماليات بترصدها حروف اللغة العربية بأجمل العبارات والتهاني بحلول عيد أضحى المبارك، لنحكي بشكل موسع عن جماليات اللغة العربية وأحرفها. صباحنا غير مع الأستاذ أدهم فادي الجعفري، مدرس مادة الخط العربي بمعاهد دمشق. يسعد صباحك يا صباح وكل عام الخير. وأنت بألف خير. صباح الخير وأنتم بألف خير. يسعد صباحك أستاذ، يا يعني صباح نحن الخير دائما أنت. بيكون لنا هيك حصة مميزة مع حضرتك خلال أيام العيد والمناسبات. أكيد أضحى مبارك، وللعيد جمالية خاصة. يمكن كتير ناس تفتقد هلأ هي الجماليات مثل ما بنشوف الخط العربي. خلينا نحكي شوي عن خصوصية المعايدة بلغتنا العربية. كل عام وأنتم بخير. الحقيقة يعني مع تطور التواصل بدأ الناس يعني يختارون من كتابات الخط العربي لإرسال المعايدات، والحقيقة البوست اللي فيه كتابة بالخط العربي بيتناقلوه الناس أكثر، وهو اللي بينتشر خاصة إذا كان العبارة منتقاة، وكمان أيضاً الكتابة الخط أيضاً منتقاة بحرف جميل، بخط ديواني مثلاً متداخل أو بخط ثلث أو بأحد الخطوط. في عنا الأولى، اللوحة الأولى تبع المعايدة تحت كمان إذا كان بتحبوا. أي هي هي أنا طابعها، هي بوست أصلا نحن يعني أرسلنا للناس كمعايدة. أضحى مبارك بخط الثلث متناظر، أيضا كل عام وأنتم بخير بنفس ال... طبعا هذا الشيء قديم مو جديد، كان قديما كل شخص يطبع معايدات ويرسل إلى أصدقائه خاصة لبرات البلد، يعني ممكن مثلا صديق مسافر صار له زمان ما شافه بيرسل له بطاقة معايدة بخلال البريد. الآن البريد صار أسرع من خلال البرامج التواصل ومحادثات مباشرة. نعم، معنا بعض اللوحات للخطوط أو خطوط الخط العربي، في عدد من الخطوط، خلينا نعم. نحكي عنها وكل لوحة شو هون هي. بالنسبة هي اللوحة يعني يا سيدي يا رسول الله، هي محبة وعشق للنبي صلى الله عليه وسلم، مكتوبة بخط الثلث يا سيدي كبيرة، ويا رسول الله بخط الثلث صلى الله عليه وآله وسلم بخط وصحبه آخر. بخط نسخ. بخط هو نسخ. طبعا خط النسخ وخط الثلث هي عائلة واحدة، هي بدأت في دمشق خط الثلث والنسخ. لما بدأ الخط الكوفي بالكتابة بشكل لين، الخطوط اللينة، فنشأت هذه الخطوط ومن ضمنها خط الثلث والنسخ. نعم، طبعا استمرت الخطوط بالتطور وما زالت إلى الآن تتطور، يعني ما وقف الخط عند مرحلة عصر من معينة، لا، العصور أو مواكبة خلاص العصر. انتهى أنه وصل لسقف سقف الجماليات، إنما ما زال يتطور وإلى الآن يتطور مع إضافات الخطاطين. كل خطاط يعلم الجيل اللي بعده، الجيل اللي بعده يستمر في هذا الأمر ويكتب الكتابات حسب ما يناسب العصر. نعم، طيب من أستاذ جمالية كمان، واستخدام. هل في خطوط معينة للمناسبات؟ يعني مثلا في خطوط معينة بينطلب أكثر أنه هي نعم. ينكتب فيها المعايدة أو يرسم فيها لوحات تمام. المعايدة عن خطوط الآن أخرى؟ هي اللوحة بخط الديواني. الحقيقة الخط الديواني هو أكثر الخطوط اللي نستخدمه نحن ببطاقات الأفراح أو ببطاقات المعايدة، لأنه هو خط فيه حركة، خط سعيد في تدور الأحرف فيه وفيه تكوينات جميلة. نعم، فالخط الديواني هو مناسب لهذه للأعياد والمناسبات، ونحن هون عم نكتب أضحى مبارك أيضا بالخط الديواني. نعم، خلينا نحكي عن هي اللوحة والخط أيضا. هنا آية الموجود. كريمة من سورة آل عمران، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، أيضا بخط الديواني. بخط الديواني ونلاحظ أيضا بعض الزخارف معه. طبعا الزخارف تدخل بالخط بشكل كبير وهي تزين الخط. نعم، والحقيقة فينا نقول كم خط تقريبا في أنواع الخط؟ شو هي المشهورين المشهورة واللي الآن؟ سبع بتداول أنواع. مستمر سبع أنواع. إيه هلأ بهذا العصر طبعا كل عصر تطور الخط لحتى وصل لنا بسبعة أنواع. خط الرقعة هو الأشهر اللي بنكتب فيه نحن كل يوم، بعدين خط الديواني اللي شفناه هلأ، ديواني الجلي، خط الفارسي أو التعليق اسمه أيضا، خط النسخ هو الخط خط الطباعة، خط المصاحف. أكثر الخطوط
هو خط النسخ. بعدين خط الثلث، نشوف خط الثلث بهي اللوحة هون أيضا، وخط الكوفي خط بيعتمد على المستقيمات، وخط هندسي وله أنواع كثيرة. خط الكوفي أكثر من 50 نوع. هي وهي الخط الكوفي، لا هي خط الثلث، هي ودي خط الديواني، هي خط الديواني اسم الجلالة بخط الديواني. نعم، هذه 7 أنواع هي المشهورة بهذا العصر. طبعا الآن دخول الكمبيوتر إلى العالم الكتابة والخط، الكمبيوتر اعتمد على الخطوط الكلاسيكية في صناعة الخطوط، صناعة الفونت بيعتمد على الخطوط العربية، لأنه هي الخطوط عمرها أكثر من 1000 سنة، في بعض الخطوط 1000، في بعض أقل. بس قديش فعليا الكمبيوتر بيجيد صياغة الخطوط مثل الخطاط العربي اليوم؟ نعم، الحقيقة أنا بشبه الخط الكمبيوتر بالورد الاصطناعي، والخط اليدوي بالورد الطبيعي لأنه فيه روح. فالخطاط لما يوصل الأحرف مع بعضها أو يعطي شكل الكتابة حسب ما يناسب المكان، هي بيكون أجمل وفي يعني لمسة جمالية أعلى وفي روح يعني بالكتابة. أما الخط الكمبيوتر هو خط آلي، فما في هي هذا التفكير وهي الانسجام بهذا بالأحرف. نعم. طيب خلينا كمان نشوف مع حضرتك عم رح نكمل مبارك خاصة. نعم، بالخط الديواني مثل ما أن الخط الديواني فيه تكوينات جميلة. طبعا كان قديما الخط الديواني هو يستخدم في دواوين الدولة، فلذلك اسمه الخط الديواني. شو بيختلف عن باقي الخطوط، أو شو اللي بيميزه للخط الديواني عن باقي الخطوط؟ أول شيء هلأ هو كصفة خط أصلا لما كان يكتب بالدواوين في بساطة ببعض الأحرف كشكل حرف، لكن مع تطور الخط هذا نفسه صار في له استخدامات تانية بالنسبة لصناعة اللوحة. نعم، وليونة الخط ساعدت بهذا الشيء، بصناعة الشعارات اللوغويات، بتكوينات الكتابات كلياتها يستخدم فيها الخط الديواني. أسهل بالنسبة لباقي الخطوط فينا نقول؟ والله هو صح أسهل. يعني الرقعة والديواني، الرقعة هو أبسط خط. كمان الديواني فيه شيء من تركيب السطر بخط الرقعة، فهو كمان خط مو بصعوبة خط الثلث، خط الثلث أصعب بكثير يعني. ليه؟ فلذلك أيضا ليش أصعب؟ لأنه أول شيء شكل الحرف بخط الثلث مدروس لدرجة عالية جدا وبحاجة لضبط وتدريب. شغلة تانية أيضا، كل حرف من الأحرف له عدة أشكال، يعني حرف الميم مثلا بخط الثلث له 13 شكل. هاي الأشكال لازم الخطاط يكون متمرس في هذا الخط، دارس هذا الخط بتفاصيله وبجمالياته حتى يحسن يستخدم هذا الشكل بهذا المكان. نعم، فخط الثلث بحاجة لدراسة أعمق بكثير من خط الديواني. نعم، خط الديواني خط أسرع وفي يعني حركة أليان بالنسبة لليد. ممكن بيميز الخطوط العربية بشكل عام، نعم، أنه مهما تقلدت أو كانت موجودة مطبوعة يعني مثل ما بنشوفها، نعم، بيضل لما بنجيبها بهذا الشكل إلى ميزة خاصة. طبعاً يعني تعتبر لوحة حتى بزين البيت، يعني في ناس كثير بيزينوا بيوتهم بعبارات مكتوبة هي بالخط العربي. هي لوحة الخط العربي من اللوحات السامية، لأنه نحن نختار عبارة منحبها، إن كان آية مثلاً أو حديث أو حكمة، تمام؟ ما حدا بيحط شيء يعني عبس أو شيء، إنما بيختار العبارة. هلأ إضافة لجمالية اللغة والمعنى بينضاف إلى جمالية الخط، فبتكون اللوحة معبرة عن هذا الشيء. وكمان ميزة أخرى أنا بقولها بلوحة الخط، إنه لوحة الخط متحركة بحركة منتظمة. شلون يعني؟ هلأ لوحة الرسم ممكن نحن نشوف مثلا إذا منظر طبيعي مثلا نشوف الشجرة بعدين نشوف البيت أو كذا، أما لوحة الخط لازم أنا تابع الكتابة، تمام، فحركة العين مع الكتابة بتعطي انتظام بالحركة. فإلى وقع في النفس. وشيء آخر أيضا من يعني وقع المعنى بالنفس، مثلا إذا كان أنا كاتب بلوحة حكمة أو آية، لما تكون هالآية مكتوبة بخط معين وأنا قرأت هالمقطع لها، يقع المعنى بقلبي غير ما أكون أنا مثلا
أكيد. ضمن صفحة من المصحف أو أكيد. نتشكرك الأستاذ أدهم فادي جعفري، مدرس مادة الخط العربي في معهد دمشق. بس بالختام خلينا نفرجي اللوحة للمشاهدين. أضحى مبارك. أضحى مبارك. نعاد عليك يا كل عام وانتم بخير. نتشكرك. ما في أجمل من الخط العربي، لأنه هو هوية يمكن صحيح. وطنية عم نعتز فيها. شكرا كثير لك. والله هي ثقافتنا ولغتنا. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. أنت بخير يا رب. أما هلا رح ننتقل